بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 حدثا جيليا ونوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية. هذا الحدث التاريخي يعد من الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، والتي على الناشئة والأجيال الجديدة أن تستحضر دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية. 11 يناير يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير الذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. 11 يناير يعد تجسيداً لسمو الوعي الوطني وتكريساً لقوة التحام العرش بالشعب، دفاعاً عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية مع استشراف آفاق المستقبل. 11 يناير يخلد تاريخ كفاح متواصل طويل الأمد متعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص والتحرر من نير الاستعمار عبر انتفاضات شعبية ومعارك ضارية بكل من الأطلس المتوسط والشمال والجنوب. 11 يناير مناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري آنذاك الذي وقع بتاريخ 16 ماي 1930. 11 يناير إخواني أخواتي المغاربة، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم، وأعطت الدليل والبرهان على قدراتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر. 11 يناير ترسيخ لمطلب الإصلاح الذي وجد البيئة المناسبة للنجاح. أولاً، حركة وطنية ناضجة وفاعلة. ثانياً، ملك متفاعل ومساند. ثالثاً، تلاحم بين العرش ومكونات الشعب بكل أطيافه وتعبيراته. فكانت النتيجة جد جميلة، مواجهة الاستعمار وإجهاض كل المخططات الاستعمارية. لقد تضمنت وثيقة الاستقلال 4 مطالب عبرت عن نضج المغاربة آنذاك. أولاها المطالبة باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل ملك البلاد محمد بن يوسف عليه رحمة الله. ثانياً، الالتماس من جلالة الملك التدخل لدى الدول التي يهمها الأمر للاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه. ثالثاً، طلب من جلالة الملك أن يدافع عن انضمام المغرب للدول الموافقة على الميثاق الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح. رابعاً وأخيراً، الالتماس من جلالة الملك أن يشمل برعايته حركة الإصلاح التي يتوقف عليها المغرب. 11 يناير إخواني أخواتي وحدت كل المغاربة. لقد وقع على هذه الوثيقة كل الشرائح الاجتماعية من عرب وأمازيغ وأندلسيين وموريسكيين وأشراف وجبليين وسكان المدن الكبرى، ومن فئات اجتماعية مختلفة من علماء وفقهاء ورجال أعمال وتجار ورجال تعليم ومدراء مدارس وفلاحين ورجال الصحافة وموظفين وقضاة. لقد عمت جميع شرائح المجتمع. فعلا عبرت وثيقة الاستقلال عن وحدة الصف وطرح الخلافات الضيقة، فكان ذلك صمام الأمان لمواجهة التحديات التي واجهت المغرب اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وغيرها. من الدلالات التي أرخت لها وثيقة الاستقلال تفاوت أعمار الموقعين، فقد كان أصغرهم عبد الله الرحماني كان يبلغ من العمر 21 سنة، وأكبرهم الحاج محمد الرفاعي 58 سنة، في رسالة صريحة للدور الريادي للشباب في عملية الإصلاح. كذلك أمضت على الوثيقة امرأة وحيدة هي مليكة الفاسي، كانت صورة متوهجة ومشرقة للمرأة المغربية في ذاكرة الحركة الوطنية، إنه البروز الإيجابي للمرأة في تاريخ المغرب. مليكة الفاسي نموذج واجه مجتمعا محافظا ورجوليا بامتياز،
لا يسمح بخروج المرأة من البيت، فكيف يسمح لها بممارسة عمل سياسي بل وتوقيع عريضة كل موقعيها كانوا رجال؟ الموقعون على العريضة كانوا يقدرون ما سيصدر عن سلطات الاحتلال من ردود أفعال عنيفة، إلا أنهم أشهروا سلاح مطلب الاستقلال غير مكترثين بما يمكن أن يطالهم من قمع وسجن وتنكيل. هذه عبرة أخرى تعكس أن حب الأوطان من الإيمان، والإيمان هو من يهب الصمود والتحدي وقوة التحمل. إخواني أخواتي المغاربة، بناء الوطن مسؤولية تتحملها المرأة والرجل، يتحملها الحضري والريفي والجبلي، يتحملها من في الشمال ومن في الجنوب، يتحملها من في الشرق ومن في الغرب. المغرب وطن للجميع، ومن واجبات المواطنة أن يتم تمكين كل الطاقات والقدرات والكفاءات المغربية من الإسهام في بناء وطن بدون تمييز أو إقصاء. 11 يناير مدرسة للوطنية الصادقة التي تنتصر لقضايا الوطن دون حسابات ضيقة، وللتحلي بروح المسؤولية وبالضمير المهني وبحس المواطنة. من أجل الإسهام في بناء الوطن الذي تواجهه تحديات عدة، في طليعتها قضية الوحدة الترابية، وكذا تحدي التنمية الشاملة ورفع مظاهر الإقصاء عن الكثير من المجالات الترابية الفقيرة والهشة، لابد من تضييق الخناق على الفساد وتعقب المفسدين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فمن يفسد يخون وطناً ضحى من أجله الأسلاف تجويعاً وتفقيراً وقمعاً وقتلاً وإعداماً. حتى لا ننسى وتبقى مواقف المقاومة والمقاومين حاضرة في أذهان أبنائنا، نهيب بكل المسؤولين التربويين إدراج التاريخ المغربي ضمن البرامج التعليمية وفاء لمن صنعوا لنا الحرية بدمائهم. وحتى لا ننسى أيضا لابد من تشجيع ودعم الإنتاج الفني المرئي حفاظا على الذاكرة التاريخية الجماعية لكل المغاربة، وهذا حق الجيل القادم علينا.